عم نطلع عليكم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما أكون لتبعوا الحلقة، خليكن معنا. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقة سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقة بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. جي تاورز بالأشرفية، بروجكت سكني موقعه استراتيجي كاشف على فيو البحر والمدينة، مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة. 4 بلوكس وعدد الطوابق بين 14 و 21 طابق، وست مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و 262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك مع روف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع أفيلابل للبيع والشقق بمساحات مختلفة، بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز، دبل وولز ودبل جليزينج، سيكوريتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن مع 4 أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. 4 هاي أند بلوكس جاهزين للسكن، بالإضافة للأندرغراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. سيفي رايز بوسط المدينة بيروت، أعلى تاور بمنطقة سوليدار جهة الشمال، كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. موقعه استراتيجي قريب من المرفأ وأهم المراكز التجارية والسياحية. مؤلف التاور من 12 طابق جراوند فلور ميزانين تجاري و11 طابق للسكن. أفيلابل للبيع قسم شقتين بالطابق، مساحة كل شقة بين 177 و189 متر مربع، وقسم شقة بالطابق مساحتها 320 متر مربع ودوبلكس 400 متر مربع. سيفي رايز ببرايم لوكيشن مقابل بار بيروت مع أوبن فيو على المدينة والبحر. 2 هاي سبيد إليفيترز، دبل جليزينج، اي سي وهيتينج سيستم، بالداخل يوروبيان ماربل وسيراميك، باثرومز أوروبية وفول سيلينج مع اندايركت لايتينج. سيفي رايز بيتمتع بعلاقة مع سوليدار من دون ما يخضع للشروط. 5 أندرغراوند فلورز مخصصين للباركينج والستورج، بالإضافة لسبيسيفيكيشنز فخمة وهاي أند فينيشينج. شقتين كبار وخمسة أصغر أفيلابل للبيع. لا
لكجري دوبلكس للبيع وجاهز للسكن بالمونتي فيردي تحديدا ستريت نمبر 2، منطقه امنه وفخمه بمحيط شجر وفيو 360 درجه. مؤلف البنايه من 4 طوابق ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من 400 متر مربع روف وطابق سامبلكس 200 متر مربع. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين مستقلين أو دوبلكس واحد 600 متر مربع مع أكسس من الإليفيتور للطابقين. تابع لإله تيراس 120 متر مربع مع تجهيز للسويمينج بول كاشف عفيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 6 بدرومز 2 منهم ماستر موزعين 3 بكل قسم بالإضافة ل 6 باثرومز. هاي أند فينيشينج بالداخل، رخام وسانيتري أوروبية. بناية جديدة وفخمة بمنطقة مونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال، دوبلكس 600 متر مربع ممكن فصله لشقتين مستقلين، تابع له 2 باركينج وكاف. احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً بسرعة التسجيل العقاري والمرتبة العاشرة على مستوى العالم وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عن فئة التسجيل العقاري والصادر عن البنك الدولي. واختتمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي برنامج جلسات المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات اللي استضافته الإمارة خلال الفترة 26-28 شباط تحت شعار نحو التطوير عمراني مستدام. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتيفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه، خليكم على الموعد. Thank you.